السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى كيفية الكتابة والتحويل بالنسبة لجداول السعات والأوزان والمسافات. أولا سنرى جدول المسافات كيفية الكتابة فيه. هناك بعض الأطفال الذين لحد الآن لا يعرفون طريقة الكتابة الصحيحة في الجداول. مثلا لو عندي مثلا 60 متر مثلا، قالوا لي تساوي كم من ديسيمتر؟ مثلا تساوي كم من ديسيمتر؟ 60 متر تساوي كم من ديسيمتر؟ لاحظوا معي كيف سأكتب 60. لكي أكتب 60 في الجدول أنظر إلى الوحدة هنا. الوحدة هنا هي المتر، الوحدة هي المتر. إذن أضع إصبعي عند المتر. أول شيء أضع إصبعي عند المتر، ثم الرقم الذي بجانبها. الرقم الذي بجانبها هو الرقم الذي أكتبه عند الوحدة. الرقم الذي بجانبها هنا هو الصفر. الرقم الذي بجانبها هو الصفر. إذن أكتب صفرا في المتر، ثم أكتب 6. ها هي 60 متر قمت بكتابتها. المطلوب أن أكتبها في المرة الأولى قبل أن أحولها. هنا 60 متر. أبحث عن الوحدة في الجدول، هنا الوحدة هي المتر. أبحث عن المتر، ثم الرقم الأول الموجود هنا هو الذي أكتبه عنده. الرقم يجب على الطفل دائما أن يتذكر أن الرقم الأول الموجود بجانب الوحدة هو الذي أكتبه عند الوحدة. الرقم الموجود هو الذي أكتبه عند الوحدة. هنا الصفر، أكتب صفر ثم أقبل 60. إذن هنا قالوا لي تساوي كم من ديسيمتر؟ في جدول التحويلات عند الذهاب نحو اليمين، فإنني أضيف أصفارا حتى أصل إلى الوحدة المرغوب فيها. هنا قالوا لي اذهبي عند الديسيمتر. اذهبوا عند الديسيمتر. إذا من هنا أبحث عن أضيف الصفر الأول، عفوا ها هو الصفر الأول أضفته، أضيف الصفر الأول، أرى بأنني وصلت عند الديسيمتر. إذا تساوي 600 ديسيمتر، تساوي 600 ديسيمتر. عند الذهاب نحو اليمين يقولون لي حولي من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة، فأتجه نحو اليمين أضيف أصفار. مثلا لو قالوا لي اذهبي عند حولي إلى المليمتر، مثلا، فإنني أضيف أصفارا حتى أصل إلى المليمتر. أضيفها هي صفر، صفر هنا وصلت إلى المليمتر. عندما أذهب نحو اليمين من وحدة كبيرة إلى صغيرة فإنني أضيف أصفارا. 95 متر، عفوا سنتيمتر، 95 سنتيمتر. مثلا أعطوني 95 سنتيمتر. قلنا أنني عند كتابة هذا العدد في الجدول، فإنني رقم الوحدات، الرقم الأول الموجود هنا أعطيه للوحدة. هنا عندي سنتيمتر، ها هي السنتيمتر. الرقم الأول الموجود هو 5، إذن أكتب 5 هنا، ثم أكمل نحو اليسار ليس نحو اليمين. أكمل كتابة العدد كما هو 95، هي 95. عندي هنا 7 كيلومتر
وستمائة متر، سبعة كيلومتر وستمائة متر. قالوا لنا اكتبوها في الجدول. ماذا سأفعل؟ أولا أبدأ من الأكبر هنا من اليسار، عندي سبعة كيلومتر، إذا قلنا أن الرقم الأول أعطيه للوحدة، إذا هنا أبحث عن الكيلومتر، ها هي الكيلومتر هنا، إذا أكتب عندها سبعة، أكتب عندها سبعة. ثم ثانيا نفس الشيء هنا، عندي الوحدة هي المتر وعند الرقم الأول هو الصفر، إذا الصفر أعطيه للوحدة، الصفر أعطيه للوحدة. هنا هذا سبعة كيلومتر وستمائة متر هي عدد واحد يعني ليس اثنان، هنا الصفر أعطيه للمتر، أكتب هنا الصفر ثم أكمل الصفر الثاني ثم الستة، ها هي سبعة كيلومتر وستمائة متر، ها هي مكتوبة في الجدول، هي سبعة آلاف وستمائة متر. لو أعطوني مثلا، لو أعطوني سبعة كيلومتر، مثلا سبعة كيلومتر، لو أعطونا سبعة كيلومتر و مثلا اثنان متر، أعطاني اثنان متر، القاعدة تقول الرقم الأول أعطيه للوحدة، آتي عند الكيلومتر وأكتب السبعة، ها هي السبعة أعطيتها للكيلومتر. ثانيا الرقم الأول أعطيه للوحدة، إذن عندي المتر أعطيه اثنان، المتر أعطيه اثنان. هنا بقي لي خانتين فارغتين، دائما الخانات الفارغة في الجدول التي تبقى ما بين رقمين فإنني أملأها بالأصفار، أملأها بالأصفار، الخانات التي تبقى فارغة كما هكذا بين رقمين هنا أملأها بالأصفار. عندي هنا سبعة آلاف واثنان متر، هذه تساوي سبعة آلاف واثنان متر. مثلا لو أعطوني خمسة، لو أعطوني مثلا خمسة كيلومتر، لو أعطوني خمسة كيلومتر مثلا و سبعون متر، سبعون متر نفس الشيء، الرقم الأول أعطيه للوحدة، الرقم الأول أعطيه للوحدة، هنا الرقم الأول هو خمسة، إذا خمسة أعطيه للكيلومتر، ها هي الكيلومتر، أعطيه خمسة. ثم الرقم الأول هنا للمتر هو الصفر، إذا أكتب الصفر، ثم عندي السبعة أكتبها، والقاعدة تقول بين رقمين لا أترك فراغ بين رقمين، ولكن أضيف الصفر، بين رقمين لا أترك أبدا فراغ، عندما يكون فراغ أملأه بالصفر. نفس الشيء مثل ما فعلنا للكيلومتر والمتر، مثلا عندي هنا، عندي مثلا عندي مثلا هنا ثمانية كيلوغرام، ثمانية كيلوغرام وستون مثلا غرام، وستون غرام نفس الشيء مثل المتر، هنا الرقم الأول أعطيه للوحدة، الرقم الأول أعطيه للوحدة، هنا ثمانية، ثمانية كيلوغرام، هنا ثمانية كيلوغرام، ثم الصفر أعطيه للغرام، هنا ستون غرام، إذن هنا أملأ الجدول بالصفر، إذن كم تساوي هذه من غرام؟ تساوي ثمانية آلاف وستون، ثمانية آلاف وستون غراما.
نفس الشيء بالنسبة للكيلومتر للكيلومتر للكيلوغرام وللتر، نفس الشيء نفس الجداول نفس التحويلات. عندما يفهم الأساسيات أن عليه عند كتابة أي عدد في الجدول فإن الرقم الأول يعطيه للوحدة، هذه من الأساسيات. الأساسيات الثانية هي أن يملأ الجدول بالأصفار، عندما يكون فراغ بين مثلا فراغ بين رقمين يملأه بالصفر، عندما يذهب نحو اليمين فإنه يملأ الجدول بالأصفار إلى غاية الوحدة التي يذهب إليها. مثلا 7 هكتوغرام، قالوا لي تساوي كم من ديسيغرام؟ لأذهب نحو اليمين أضع أصفارا، لم أصل بعد إلى الديسيغرام أضيف صفرا، لم أصل بعد إلى الديسيغرام أضيف صفرا، ها هي تساوي 7000 ديسيغرام. وقلنا لقراءة الجدول فإنني أقرأ الرقم الأول الموجود عنده فهذا كلها ديسيغرام، 7000 ديسيغرام، 700 غرام، 70 ديكاغرام، 7 هكتوغرام.